عائلات من مختلف ولايات الوطن تتوافد على منطقة أرق السيوف ببلدية الخبانة بولاية مسيلة لاكتشاف ما تزخر به المنطقة من كثبان رملية ساحرة والتمتع بشساعة وجمال الصحراء التي تمتاز به المنطقة. جينا منطقة خبانة أقرب البحر الأبيض المتوسط كثبانة، يعني لا بأس الحمد لله، مناظر طبيعية خلابة، الصحراء الرملية الحمد لله، الناس مضيافين الله يبارك. بلاصة شابة كصحراء ونقية وفيها كشول آمان، ماشي بلاصة خالية ولا. جمالية وسحر المكان أصبحت مقصد الكثير لقضاء عطلة نهاية الأسبوع وكذا محبي المغامرة والمبيت، وما زاد من جمال المنطقة رحابة صدر أهلها وصهرهم على توفير جميع المتطلبات للتمتع بسحر جمالها. بلاصة هادي بون جينا، أنا كديرها في بالي صغيرة، جينا بلاصة كبيرة وكامل كامل صحراء أخو، تما تشوف شجر كدا تجوز على شجر واحد بتوصل هنا صحراء كامل أخويا ما شاء الله، وناسها والله غير فري ناس ملاح، وأنتيك تما دخلت قاري آلاز ما يني باركينج، واحد ما يدنا لك واحد ما يهدر معاك، لي فامي يجوا يريحوا آلاز. تعد منطقة أرق السيوف من بين الوجهات السياحية المفضلة التي تشهد منذ سنوات تدفق كبير للسياح وترويج سياحي بسواعد شبابها، زادها حبا وشوقا لاكتشاف المكان.